بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امر الدنيا والدين، والصلاه والسلام على رسول الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك المصطفى محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، معاشر المسلمين، kita melanjutkan pembahasan kitab kifayatul akhyar tentang masalah syarat sahnya salat. Yashtaritu lissah, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu ta'ala fi ilmihi fi darain. Yashtaritu lisihhati salati at-taharatu anil hadathi sawa'un fi dhalika al-asghar wal-akbar inda al-kudrah. لأن فاقد الطهورين يجب أن يصلي على حسب حاله وتجب الإعادة وتوصف صلاته بالصحة على الصحيح. Dan bersuci daripada hadas dari yang kecil ataupun